دي نجوم كويسة جدا ولاعبين ذو قدرات كبيرة جدا، طبيعي ان يجي لي فيهم عروض، ده شيء طبيعي جدا، لكن النادي الاهلي ما بيفكرش في بيع اي لاعب خلال الفترة الحالية، لما هو مهم بالنسبة للنادي الاهلي جدا في الفترة القادمة من ناحية البطولات اللي هيشارك فيها، فبالتالي النادي الاهلي مش هيقدر يستغنى عن اي لاعب. وده كان كلام كابتن محمد يوسف. ايضا نقطة برضه تعتبر مهمة جدا وهي اللي تخص وليد أزارو، يمكن أحد الصحفيين النهارده سأله في المؤتمر الصحفي موقف وليد أزارو والغياب وإن هو ما جاش امبارح المباراة أمام نادي الشمس، المباراة اللي ودية انتهت بالتعادل 1-1. واضح جدا الصرامة عند النادي الأهلي، طبعا الثواب والعقاب في النادي الأهلي ما فيهوش هزار يا جماعة، يعني وليد أزارو أحد نجوم الفريق، هداف الفريق الموسم اللي فات، قدر إن هو يحرز 18 هدف، لكن الراجل ما التزمش وما جاش، لازم هتطبق عليه اللائحة ولازم هيتعرض لعقوبة، وده سمة أساسية من سمات النادي الأهلي. ده كان كل اللي يخص المؤتمر الصحفي، وأعتقد كان كلام مبشر جدا النهاردة من الجهاز الفني بشكل كامل، سواء كابتن أو مستر باتريس كارترون وأيضا كابتن محمد يوسف. أكيد نتمنى لهم كل التوفيق لما هو قادم من تحديات ومباريات وبطولات هامة جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي وجمهوره في كل مكان. لسه مستمرين مع اخبار النادي الاهلي، واحنا زي ما احنا عارفين امبارح كان في مباراه وديه للنادي الاهلي امام الشمس وانتهت بنتيجه 1-1، ودي كانت ثاني مباريات الفريق بعد الفوز في المباراه الاولى في الاسكندريه على فريق فاركو بنتيجه 3-1، بالتالي النهارده كان راحه بالنسبه للاعبين علشان بكره ان شاء الله النادي الاهلي هيستأنف فتره اعداده وهيكمل المرحله الاخيره الخاصه بمرحله الاعداد وفتره الاعداد الخاصه بالفريق استعدادا للموسم الاخير من خلال معسكر في كرواتيا، معسكر اوروبي ومعسكر خارجي في كرواتيا بالتحديد. بالنسبه للمعسكر بس عشان في يعني بعض الناس لسه مش عارفين التفاصيل الخاصه بالمعسكر ده رغم ان احنا قلناها اكثر من مره، لكن عايز اوضح الامور بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي بكره ان شاء الله هيتحرك من مطار القاهره الدولي في تمام الساعه الثانيه ظهرا، كان المفروض هيبقى الساعه 6 لكن تم تعديل الميعاد، هيكون في تمام الساعه الثانيه ظهرا، وخصوصا النادي الاهلي هيتحرك عبر طائره خاصه، هيوصل ان شاء الله لسلوفينيا خلال 4 ساعات، يعني مدة السفر هتكون أو هتستغرق 4 ساعات بالتحديد، يوصل إن شاء الله الفريق سلوفينيا، هيكون في أتوبيس خاص بانتظاره عشان ينقله لكرواتيا. المسافات في أوروبا زي ما احنا عارفين مسافات قريبة جدا، خلال ساعة ونص أو ساعتين بالكتير جدا النادي الأهلي فور وصوله من سلوفينيا هيوصل لكرواتيا، يعني علاقة النادي الأهلي بسلوفينيا هو المطار فقط، النادي الأهلي هيوصل المطار لسلوفينيا من سلوفينيا لكرواتيا، بالتحديد المعسكر هيكون على الحدود ما بين سلوفينيا وكرواتيا، وهو مكان يعتبر أو مكان المعسكر يعتبر داخل دولة كرواتيا، إذن المعسكر في كرواتيا وليس سلوفينيا. علاقة النادي الأهلي بسلوفينيا هتكون العودة أيضا من خلال المطار، يعني النادي الأهلي هيرجع بالأتوبيس اللي هيوديه لكرواتيا هيرجع بيه إن شاء الله للمطار في سلوفينيا عشان يرجع لمطار القاهرة إن شاء الله سالما بعد انتهاء المعسكر بالنسبة للنادي الأهلي، واللي هيستمر لمدة 8 أيام من يوم 2 لحتى يوم 10 من شهر 7 اللي احنا فيه طبعا دلوقتي، النهارده يوم 1/7، يعني بكره ان شاء الله الفريق هيسافر ويستكمل المرحله الاخيره او يبتدي في المرحله الاخيره الخاصه بفتره الاعداد بالنسبه للفريق استعدادا للموسم الجديد، عشان ان شاء الله لما يرجع الفريق يستعد بقى بشكل اكبر وبشكل تكتيكي وفني بالتحديد اكبر خلال الاسبوع اللي هيكون متبقي قبل مباراه تاونشيب، واللي هي مباراه فاصله وغايه في الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي. بالمناسبه المعسكر كمان هيتخللوا مباراتين، مباراه هتكون يوم 5 أو 6، والمباراه الثانيه ان شاء الله هتكون يوم 9 قبل سفر الفريق ان شاء الله يوم 10 في طريقه للعوده للقاهره. دي تفاصيل المعسكر، بعيدها على حضراتكم تاني علشان يمكن البعض تساءل عن مكان المعسكر بالتحديد، وفي لغط شويه الناس فاكره ان المعسكر هيكون في سلوفينيا خصوصا النادي الاهلي هيوصل هناك، لا المعسكر هيكون في كرواتيا عن طريق سلوفينيا، نوصل سلوفينيا ان شاء الله نروح على كرواتيا. وبالمناسبه قناه النادي الأهلي ان شاء الله هتغطي لكم المعسكر بشكل كامل وبشكل جيد زي ما انتم اتعودتوا دايما. ده اللي يخص المعسكر الخاص بالنادي الاهلي. لسه مكملين اخبارنا واخبار بعض اللاعبين في النادي الاهلي. احمد الشيخ، احمد الشيخ يعتبر من اللاعبين اللي حظهم سيء جدا مع النادي الاهلي، لاعب بيتالق في مصر مقصه بشكل كبير جدا، بيتالق فتره الاعاره في السعوديه بشكل جيد جدا، في الموسم قبل اللي فات لما الاهلي خرجوا اعاره كمان في المقصه خد هداف الدوري، لكن للاسف عنده اصابه في الركبه، عنده جزع في الركبه، الجزع ده هيخليه يبتعد عن التدريبات لمده 2 أسبوع عشان يقدر يتعافى من الاصابه دي ويرجع للتدريبات الجماعيه بشكل طبيعي مع النادي الاهلي. حظه وحش ليه بقى؟ لان الفتره دي معسكر مهم للنادي الاهلي، معسكر خارجي، لما يكون احمد الشيخ متواجد
يجتهد الراجل يتفرج عليه بشكل اكبر. هو اكيد عارف قدرات وامكانيات احمد الشيخ، وخصوصا في تواجد كابتن محمد يوسف اللي اكيد ملم بكل الامكانيات الخاصه بلاعبي النادي الاهلي. فبالتالي حظ احمد الشيخ سيء جدا في الاصابه في التوقيت ده، لكن اكيد نتمنى له ان شاء الله ان هو يقدر يتعافى بشكل سريع ويقدر يعود للتدريبات الجماعيه في النادي الاهلي. اصابه كدمه او جزع كمان في الركبه بالنسبه لاحمد الشيخ، نتمنى له كل الشفاء العاجل. بالنسبه بقى لرامي ربيعه، رامي ربيعه مش هيكون متواجد في المعسكر الخاص بالنادي الاهلي في كرواتيا. ده ليه؟ لان رامي ربيعه زي ما احنا عارفين كان عنده قطع في العضله الضمه، ودي اصابه صعبه جدا بتاخد وقت كبير جدا. حتى الان رامي ربيعه بيتعالج من هذه الاصابه. احنا عارفين رامي ربيعه يمكن كانت اتصاب في مباراه الزمالك اللي انتهت بنتيجه 3-1 في الدور الاول او مع نهايه الدور الاول من الموسم المنقضي، او خلصت 3-0 كمان مش 3-1. فبالتالي جاله قطع في العضله الضمه وبعض الالام في الحوض. ايضا رامي ربيعه من اللاعبين اللي حظهم وحش جدا، ويمكن حظه وحش اكتر كمان من احمد الشيخ، لان رامي ربيعه احنا عارفين من العناصر الاساسيه سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر. لو كان الراجل سليم كان اكيد هيكون متواجد مع منتخب مصر في بطوله كاس العالم. قبليها كمان ما كانش متواجد في بطوله الامم الافريقيه في الجابون، كان بس ايضا بسبب الاصابه. لكن بشكل عام رامي ربيعه هيروح لالمانيا خلال الايام القليله المقبله عشان يطمن على حالته ويعرف اخر تطورات الاصابه بالنسبه له، وكمان عشان يحدد موعد العوده للمشاركه في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي، ومن ثم تجهيزه للمباريات الرسميه. وخصوصا عايز افكركم بس ان رامي ربيعه من اللاعبين اللي ما تمش قيدهم في القائمه الاولى بالنسبه للنادي الاهلي بالامس. النادي الاهلي أي 19 لاعب بس، فرامي ربيعه ما تأيدش عشان الاصابه. النادي الاهلي مستني ميعاد عوده رامي ربيعه عشان يتم تحديد هل ممكن يقيده او يأيده دلوقتي ام ممكن يكون في شهر يناير على حساب احد اللاعبين، حسب طبعا الحاله بالنسبه لرامي ربيعه. لاعب مهم ومؤثر وركيزه في الدفاع بشكل كبير جدا، نتمنى له الشفاء والعوده سريعا. فبالتالي مش هيكون متواجد في معسكر النادي الاهلي في كرواتيا، وهيكون متواجد في المانيا عشان يطمن.